توقعات برج الميزان ليوم السبت الموافق 29 يوليو 29 تموز 2023. هتعاني من ارتباك بسبب فشل مشاريعك المهنية وعدم النجاح فيها. هتبتدي في عمل جديد بيحاول حبيبك انه يعبر ليك عن يأسه في انك تصلحه وفي مساعدتك على انك توضح مشاعرك. كل ده هيبتدي بعد غرور الاشخاص اللي حواليك. هتبقى اكتر تواضع خصوصا مع اصحابك. بالنسبة ليك عاطفيا الحوافز كتيرة والمحيط هيبقى داعم جدا ليك. هتقدم على تحسينات واضحة وتعديلات وترتيبات كتيرة جدا وحتى سفر. بالنسبة ليك مهنيا هتقع النهاردة في حيرة جديدة بسبب قرارات انت كنت بتاخدها قريبا. هتلاقي من خلالها استحسان ولا لا مش معروف. بالنسبة ليك صحيا هتفكر في سفر برفقة حد من أفراد أسرتك. عندك شعور منك بحاجة انك ترفه عن نفسك وتروح عن نفسك الفترة الجاية. هيقضي القمر معظم يومه في برج القوس. ده هيشجعنا علشان نتبع نهج متحمس اكتر. هنبقى مهتمين بشكل خاص بكل اللي بيبقى صحيح مع القمر بتاعنا. هنضع انظارنا عالية جدا على العبور ده حتى لو كانت مرتفعة. هتبقى عندنا ساحة القمر في المساء لغاية ما تنفجر بشكل كبير. التفاؤل في سماتنا الإيجابية للمواقف دي. عندنا إهمال، عندنا رؤية لتفاصيل أساسية للخطة ودي نقطة ضعف محتملة. مع ظهور النهاردة برج الجدي في المساء هيبتدي نتصاعد إدراكنا للحدود والقواعد المعقولة اللي هتبقى بتقلل من القلق والفوضى اللي عندنا. هنتولى كتير من الاهتمامات لأهدافنا لمسؤولياتنا اللي بتعتبر مداها طويل. هنتطوق لنتائج أحسن وهنفضل أننا نشوف الحقيقة زي ما هي في الفترة دي ونستنى لغاية ما يدخل القمر برج الجدي قبل ما تتغير علامته. هنشوف ترين مع كوكب الزهرة في المساء.